هل يجوز أن يقال لشخص من الأشخاص آية الله فلان؟ آية الله هذا عند الشيعة، ألقاب من ألقاب الشيعة، آية الله، حجة الله، هذه من ألقاب الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وهي لا يصل إليها إلا أناس مخصوصون. أولا آية الله هذه لا تقال عندهم إلا لأناس بلغوا مبلغا عندهم من ما يعتقدون فيه، ثم ينتقل إلى أن يقولوا حجة الله، هذا عند الشيعة، ما عندنا حنا آية الله ولا حجة الله. نعم.